كالعادة يا الجزائريين، أخوكم شرف دين وفتح قناة احتياطية، تلقاو رابط تحت في التعليق المثبت، ادخلوا كامل واشتركوا فيها. في حالة كش ما صرا للقناة هذه نلقاو القناة الأخرى باش نتكلموا فيها، وكلام الحق ما يحبسش. دايما يا الجزائريين نقول لكم خليوا اللايكات تاعكم، دايما نقول لكم خليوا تعليقاتكم باش رسائلنا والمساجات تاع الجزائريين توصل للسلطات الجزائرية. كاين ناس يجوني في التعليقات يقولوا لي كيفاش توصل وما توصلش، وحنا ما نديرو والو، ما عندنا حتى تأثير. فأنا جيت اليوم يا الجزائريين باش نقول لكم بأنه الحكومة الجزائرية تمشي بأوامر الشعب الجزائري. نقطة، عد إلى السطر. والحمد لله الرسالة تاعنا وصلت، فاليوم جانا خبر مفرح بالبزاف يا الجزائريين. كامل خليوا اللايك، خلي اللايك خويا الجزائري، الفيديو هذا نسحقه يوصل لكل واحد ما حبش هذوك العباد يبقوا هنا عندنا. راني نحكي على البراتيش، البراتيش غير مرغوب فيهم تماما في الجزائر. امر جاء من عند رئيس الجمهورية لتهجير كل بنادم راهو هنا في الجزائر يحمل الجنسية المغربية وجا هنا باش يخدم. وجاوبوني في التعليقات، هل انتم مع هذا القرار ولا ضده؟ على كل حال نعرف الإجابة تاع الجزائريين. نروح نشوفوا كيف كيف فيديوهات من وسط المطار وصلتنا، ورسائل من عند الذين تم تهجيرهم وصلتنا، غير رجعوا لبلادكم، الخدمة في المغرب متوفرة، كاس العالم وكاس العالم، الخدمة غتتحرك أحسن ما درتوا. يا أخي حالة، اسمعوا السيد تاع الفيديو هذا كيف راهو يتوجع. شوف هات أخي جمال أدرك أخي أرجع أخي ديالي، هات كلش هادو غير اخاي ديالي، هادو كاين اخوا فوق 200 واحد هنايا اللي كاين اخاي، ولا شي 200 فيهم مغاربه وفي افارقه، وقرا قليل اخو كلهم مغاربه هنايا، كلش يرجع للمغرب اخاي ديالي، طلعوا من هنايا ما قالوا كلشي راح يرجع للمغرب يا الاخ ديالي، تلعب اصحاب جاوا منهم ويخليو كلش ما كاينش يدوي معاك صافي، كاين اللي الدراري اللي بيتي من البارح هنايا ما قالوا حتى حاجه اخاي جمال، صافي جابوا مدحهم منهم ويخليو. كما راكم تشوفوا هذا الفيديو الاول برك يا الجزائريين، راح نزيد نديكم يعني تشوفوا الخبر باش تعرفوا تفاصيل اكثر واكثر يا الجزائريين، وتعرفوا باللي بلادكم واعره، وباللي بلادكم اللي مشي فيها هو الشعب الجزائري، يعني حنايا اللي نحكموا بلادنا، حنايا اللي متحكمين في بلادنا ونديروا واش نحبوا في بلادنا. وانا كنت من اول الناس اللي طالبت بتهجير المراركه، خاصه بعد القضيه الحاجه المغربيه اللي جات دوات في الجزائر، ومن بعد ولاو يسبونا ويتهجموا علينا وليدها وكذا. شوفوا شوفوا ها ما لحد الان رانا مازالين لهنا، الخوت هنا وكل شيء مازال هنا بعد. راهم يقولوا باللي اللي عندهم في الخطط التونسيه، اللي جا في الخطط التونسيه غادي يروح، واللي ما جاش في الخطط التونسيه جا في الجزائريه خصو 300 اورو باش يشريو له بيه باش يرحلوه يمشي لبلادو. هذا هو اخر الاخبار اللي كاينه، ومازالين قاعدين هنا، حتى واحد ما شرى شي بيه، حتى واحد ما خلص شي حاجه، وحنا ما غاديش نشريو بيه وما غادي نديرو والو، لانه مازال ما عرفناش المشكل علاش وكيفاش، ما فهمونا حتى حاجه، والله المستعان. كيما شفتوا يا الجزائريين، يعني قالوا لهم انتوما تشريو البيه من جيوبكم وتروحوا من بلادنا، ما نسحقوكمش، ما نسحقوش الخدامه تاعكم من الاخر. كما هكذا حبيتو، الله غالب، انتوما الخدام على بالي، على بالي راكم تعانيو وعلى بالي بالظروف تاعكم، لكن البلاد تاعكم هي اللي وصلتكم لهذه النقطة، بالخصوص بعد التطبيع تاعها، وبالخصوص يعني في الوقت اللي راهو صار يلعجب لخاوتنا الفلسطينيين. حبيت برك نعرف يعني ردود فعل هذوك الدكاترة تاعهم، هذوك الدكاترة الأقوياء تاعهم اللي دايما يديروا فيديوهات وينشروا الخزعبلات والأكاذيب. جبت لكم واحد منهم، واحد منهم نسمعوه وش يهدر يا خويا، أي باينة الهدرة وش حيهدروا، أي باينة الجزائر هي اللي خسرت وأنتم خدامين وتعرفوا تخدموا، وشوفوا كأس العالم، كأس العالم هي جاية وراح نديروا يد العاملة ونخدموا. يا ودي بركاكم بلا تمسخير، كون نلقاو بلادهم تصلح مقعدوا فيها. شوفوا وش يقول، اسمعوا. خدنا السلام عليكم، كنفيقوا على واحد الخبر جميل جدا وسعيد جدا، وكنشكروا هنا السلطات الجزائريه عليه. زعما يلعبها باللي فرحان، هو يعني في قلبه يتحرق، في قلبه راهو مسكين غايضاته في حاله. خبر ديال الطرد ديال المغاربه اللي خدامين في الجزائر. القرار كيقولوا اللي بدا العمل ديالو البارح نهار 22، اول البارح نهار 22 اكتوبر 2023، ما فاده انه اي مغربي خدام في الجزائر وفات المده ديال 3 شهور
كيجريو عليه، كذلك اي مغربي. ايا السلام عليكم، ديجاج من الاخر، ما نسحقوكمش هنايا، ما نسحقوكمش، ما تتعاشروش. شفتوا يا الجزائريين، هادو المراركه في حاله كش ما صرا هكذا مشكل بين الجزائر والمغرب وكذا، راح يديروا لك مشكل في وسط الجزائر. وشفنا القضيه تاع تزوير الجوازات السفر وتزوير الجنسيه الجزائريه اللي تورطوا فيها ناس جزائريين خوانا، لكن الدوله الجزائريه حكمتهم. راكم على بالكم. المغاربه اش كانوا كيديروا ملي كتوصل ثلاثه ديال الاشهر؟ كيمشيو الى تونس، يجلسوا واحد النهار ولا يومين، يكاشيو الباسبور ديالهم في تونس، ويعاودوا يدخلوا الى الجزائر يجلسوا فيها 3 شهور. يا ودي على الهضره هذه، دوك بعد الفيديو هذا استناو فيديو واحد اخر، انا نقول لكم يا الجزائريين، فيديو واحد اخر راح نحكيو فيه على كيفاش التوانسه منعوهم اصلا من ركوب الطائرات، راكم فاهمين؟ باش يروحوا للجزائر. بمعنى الجزائر منعت ديريكتوم والجواز السفر المغربي. هذا الامر منعته الجزائر، وبالتالي اي مغربي كان محبوس في المطار فهو من هاد الكاتيجوري او نسبه منهم من هذه الفئه. اليوم غادي تقول لي علاش نطفح على السباعي. بغيت نقول لكم هذه سنوات والمغاربه كيخدموا داخل الجزائر في مهن ما كيعرفوش ليها الجزائر، ما كيتقنوهاش الجزائر، وكلها مهن مرتبطه بالصناعه التقليديه والتراثيه المغربيه، اما القبص، اما الزليج، اما القفطان، اما الاتات المغربي او الصالون المغربي، وزيد وزيد وزيد. ماشي ما نعرفوش نخدمو، ماشي هكذاك، غلطك غلط، الزليج نعرفولو، كلش نعرفولو حنايا، وعندنا يعني ناس يطيرو، لكن الجزائري فنيان، الجزائري ما يخدمش يا خويا، مادام كاين المراركه يخدمو عليه، يجيب المراركه، مادام كاين الدراهم وكاين دراهم الغاز والشعب الجزائري قادر على شقاه باش يخلص. يجيب الخدامه من عندكم، اي باينه الجزائري ما يحبش التعب، انت اللي حبيت نبهدلك كيما هكذا الله غالب. والجزائري يخلص مليح، الجزائري يمد الدراهم مليح، كل لقاو باللي نتوما تخلصوهم بيان في بلادكم كون راهم قعدوا. وهذا الشيء هالتراكمات اللي داروا هاد المغاربه في الجزائر هاد السنوات كلها، نظروا الجزائريين ولاو كينسبوا هاتيك الامور لهم، ولاو كيقولوا هاد القفطان الجزائري، هاد الزليج. مازال لاصق في القفطان على بالك، ومازال لاصق في الزليج، والله تاع الصح باش تعرف المستوى المنحط تاعهم. اي الناس، الناس راهي تحكي غير على القضيه الفلسطينيه، الناس راهي تحارب في الاعلام الغربي، وانتم مازلتوا لاصقين في الجزائر، مازلتوا تحكيوا على القفطان والزليج وكذا. القفطان والزليج والاخر سي بون راهم في اليونسكو، ادخل الموقع الرسمي دوك تلقاهم جزائريين. جزائري هذا القبص جزائري، في حين انها ايادي مغربيه هي اللي خدمته. عارفينكم كتخدموا في الجزائريه المغاربه بالعز ديالكم بالثمن باش ما بغيتوا، لان الجزائريين ما كيعرفوش يديروا داك الشيء، وما كايناش منافسه تما، ولكن بلدكم اولى بكم. جيو دخلوا للمغرب، المغرب محتاجكم، غادي ننظموا المونديال ان شاء الله، البنيه التحتيه غتزاد، لي زوتيل غادي يطوروا ليوسهم، يعني محتاج المغرب محتاجكم، وغادي تخدموا بالثمن باش كنتو كتخدموا تما. يا ودي يهديك ربي، كاين ناس راهم يبكيو وما عجبهمش القرار تاع ترحيلهم من الجزائر، والله يا الجزائريين غير يبكيو، راني نقول لكم يبكيو ويطيحوا الدمعة، يطيحوا الدمعة، ومن بعد يجي هذا يقول لهم بلادكم وبلادكم، يا ولو كان جاو لقاو بلادهم مليحة راني قلت لكم قعدوا. الله وأكثر، إذا شكرا للجزائر على هذا التصرف الحكيم جدا، ولو أنه ما جاش من الجزائر من الحكام، بل جاء نتيجة واحد ضغط شعبي داروا الجزائريون عبارة على واحد الهاشتاغ كان هاد الأشهر، يعني ضغط شعبي، الجزائريين هما اللي داروا، ولكن الجزائر الدولة. شفت كيفاه؟ حنايا شواكر، شفت كيفاه؟ قلتها بفمك، الجزائريين اللي داروا ضغط على الحكومة، يعني الحكومة تمشي بأوامر الجزائريين، ماشي كيفكم أنتوما. شكون اللي طبع؟ طبع غير ميمي ستة، الشعب كامل رافض التطبيع، لكن مع الوقت ولا الشعب يقول لك أناني مع التطبيع، علاش؟ علاش؟ لأنه خايف، خايف واش يصرى يعني لو كان يقول أني ضد التطبيع من قبل ميمي ستة، واش يدير له؟ سا دي بون الحكاية، شفت كيفاش؟ راك تفضح روحك بروحك، أي نورمالمون كون بلعت فمك وسكت، وقبلتوا بأنه الجزائر ما ولاتش تسحقكم، هذا ما كان، هذه الحكاية. ونقولوها ونعودوها، تحية الجزائر دائما وابدا، الجميع واحد عجبه الخبر هذا يخلي لايك، خلي لايك خويا الجزائري، خلي نوصلوا الفيديو للجميع باش يعرفوا شكون هو الشعب الجزائري، وباللي اللي يغلط معانا راح يخلصها. هيا السلام عليكم.